السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيراً ما يقع المرضى في أخطاء أثناء استخدام أدويتهم مما يعطل عليهم شفاءهم، لذا سأذكر لكم أهم الأخطاء التي قد يقع فيها المرضى عند أخذهم لبعض الأدوية والأخطار التي قد تؤدي لها. أولاً، المضادات الحيوية. المضادات الحيوية هي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على البكتيريا. معظم الأمراض المعدية يتسبب فيها نوعين من الجراثيم، البكتيريا أو الفيروسات، والمضاد الحيوي يعالج فقط العدوى البكتيرية. أما العدوى الفيروسية كالزكام والإنفلونزا تكون بسبب الفيروسات، واستخدامك للمضاد الحيوي مع العدوى الفيروسية لن يشفيك من تلك العدوى أو يساعدك في الشعور بالتحسن. ثانياً، البنادول وفشل الكبد. دواء الباراسيتامول والذي يعرف باسم البنادول أو الفيفادول هو دواء يستخدم في علاج صداع الرأس وألم الأسنان، وقد يأخذه بعض المرضى بعدد جرعات أكبر لتخفيف الألم كلما اشتد، لكن الباراسيتامول له تأثير كبير على الكبد، فمعظم حالات فشل الكبد الحاد تكون ناتجة عن تناول جرعات عالية من هذا الدواء بغير قصد أو عن طريق الخطأ. فيجب على المرضى الذين يتناولون الباراسيتامول بجرعات تعادل 4 جرام يومياً، أي 8 حبات أو أكثر، أن يستشيروا مقدمي الرعاية الصحية فيما إذا كان يتوجب عليهم إجراء فحص وظائف الكبد. ثالثاً، تفريغ محتويات الكبسولات قبل تناولها. بعض الأدوية والكبسولات يجب بلعها كاملة لأنها قد تكون مضرة عند إذابتها في الماء، وقد تكون معدة خصيصا لكي تذوب على مدى فترة معينة، أو كما هو الحال مع بعض الكبسولات التي تكون مغلفة بمادة لكي لا تذوب في المعدة، وذلك لكي تذوب في الأمعاء وتمتص هناك، أو لأنها قد تسبب تهيجا في المعدة. ولمعرفة إذا كان بالإمكان إذابتها، يجب قراءة التعليمات المرفقة مع الدواء أو مراجعة الطبيب والصيدلي. ولا يزال هنالك الكثير من أخطاء استخدام الدواء التي يقع فيها المرضى، ولكن لا ننسى أن استخدامنا الخاطئ للدواء قد يحوله إلى سم يضرنا دون نفع، فعليكم بالحرص أشد الحرص أثناء استخدامه. دمتم بصحة وعافية.